أم أنس من حائل استعرضنا سؤالا في الحلقة الماضية، تقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ: ما معنى كلمة المعصر في حديث النهي عن لبس الثوب المعصر للرجال؟ وهل يشمل جميع الملابس الحمراء للرجال سواء كانوا كبارا أم صغارا مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعنى المعصفر المصبوغ بالعصف، وهو نوع من النبات لأنه يكسب الثوب حمرة. ولباس الأحمر بالنسبة للرجال إذا كان أحمر خالصا إنه لا يجوز، أما إذا كان أحمر غير خالص أن كان فيه خطوط من البياض أو من لون آخر فلا بأس بلبسه وإن كان فيه شيء من الحمرة. نعم.